بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا متتبعات قناة عالم الخياطة والطاز، مع نوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الرشيمة، كتجي في الجلابة. المهم أنا خدمت اللون ديالها، وزيت اللون ديال التوب، وغندخل معاه الموف، لون موف مفتوح، وان شاء الله تنال اعجابكم. وكنبغي نشكر الناس اللي كيشجعوني والناس اللي مشتركين عندي في القناة، كنبغي نشكرهم بزاف. كنبغي نشكر كاع الناس اللي كتكتب تعاليق زوينة، كنبغي نشكرهم كاملين. وان شاء الله غادي نبدا معكم هذا الرشيمة، وكنتمنى انها تنال اعجابكم. المهم بلا ما نطول عليكم في الفيديو، تابعوا الفيديو حتى الاخر، والناس اللي مشاركين لايك وتشجيع، والناس اللي مازال ما شاركوش هما يشاركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم جديد ان شاء الله. المهم على بركة الله غنبداو. المهم انا خدمت هاد الوريقات، هاد الوريدات، وزعت اللون باش الفيديو ما يجينيش طويل. غنبدا دابا باللون الموف ديكرادي ديالو، اللون المفتوح ان شاء الله. دائما خدمو تقيل، يعني ما حاولوا ما تسرعوش في الخدمه، يعني ملي تبداو تخدمو دائما تقلوا يديكم شويه باش الخدمه تجي عامره وتجي باينه. هنا كنقسم الورقه من نص، يعني كتبداي النصف والنصف الاخر. بالنسبه للبنات اللي كتجيهم الوريقه صعيبه ولا شي حاجه، المهم اللي كتجيهم بتدوار كيخدموها بتدوار المرمم، الاحسن تبداوها بالطريقه، كتبداي من الفوق كتبداي هابطه وكترجعي تاني للجهه الاخرى. كنرجع تاني من هنا، اهم حاجه طرقوا الخدمه ضروري، يعني الخدمه تكون طرقه باش تكون فينيه وتكون خدمه نقيه.
نتوما غير بشويه، هنا كتخدمي غير النص ديال الوريقه. كنطرق الخدمة مزيان باش تكون خدمة مزيان، باش ما تتفكش وباش تجيكم خدمة مزيان. البنات اللي كيجيهم تدوار المرمى صعيب، ما تحاوليش تخدمي وانتي مزربيه، يعني تخدمي غير بشويه. مثلا هنا غنخدم هذه ونستريح ونوقف، الا حسيتي براسك يعني عييتي ولا شي حاجه وقفي، ماشي تجهدي على راسك. مثلا غتخدمي هذه، غتوقفي الماكينه وغتبداي تاني غير بشوية. كنخدم غير النص ديال الوريقه، وكندور لا تجي نوقف الماكينه وندور يعني بشويه بلا ما تستريسي بلا ما حتى شي حاجه. كنعمر الداخل،
غنبدل اللون باش غنعمر هاد الوريده النصف ديالها، غنعمره بهاد اللون الاخر. انا غنخدمها بالدقة، نخدم بشوية. انا كنخدم وكندور يعني في نفس الوقت، كندور المرمى باش تجيني الخدمة مزيان. كتوقفي يعني حسيتي براسك المرمى ما متحكماش فيها، وقفي حبسي الخدمة حتى تقعدي نفسيا وداكشي عادة. جيت المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الرسمة ديالنا. كنتمنى انها تنال اعجابكم، انكم دعموني في القناة وتشاركوا. الناس اللي مازال ما شاركوش يشاركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد ان شاء الله. المهم ان الخيوطه ضروري حيد، ضروري تحيديهم بالمقص، يعني ما ننصحش البناتي، ما ننصحش تقطعوا حيت شي مرات كيخسر، تقدر تخسر لك الخدمه ولا شي حاجه. المهم الاحسن خدمه بالمقص، يعني كيفيني الخدمه مزيان. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الرسمه ديالنا. بعد ما كملتها ان شاء الله هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى انها تعجبكم وانكم دعموني في القناه، ومازال جديد ان شاء الله، ومازال شيمات اخرين ان شاء الله. شكرا ليكم، شكرا كاع الناس اللي كيشجعوني والناس اللي متابعيني في القناه، شكرا ليهم بزاف. وان شاء الله دائما غيكون الجديد. شكرا ليكم بزاف.